تم افتتاح اليوم مركز فرح للدعم النفسي في مخيم بريده، حيث قامت منظمه فرح بكادرها بافتتاح هذا المركز، وتسعى منظمه فرح الى تقديم التعليم والدعم النفسي في مخيمات حنين ومراكز الايواء في محافظه الخليج الحسين. نحن اعضاء كادر الفرح قمنا بافتتاح مركز بريقه للدعم النفسي والارتقاء البشري. هدفنا هو دعم الاطفال واخراجهم من الحاله التي يعيشون بها الى حاله افضل ومستوى معيشي افضل من التي يعيشون. Thank you.